مرحبا، اهلا وسهلا بكم على قناتي. اليوم راح احكي على 10 اشياء تبشعكم او راح تخليكم بشعين. طبعا قبل ما ابلش بهذا الفيديو بس اريد اقول شيء واحد. انا فعلا من الاشخاص اللي اعتقد كل العالم حلوين، كل شخص بجمال وكل شخص حلو وماكو شخص بشع ابدا. فما تعتقدون انه من دا اسوي هذا الفيديو دا افكر انه اكو اشخاص بشعين ابدا. هذول بس نصائح للجمال وللموضة. بعض العالم لحد هسه يرتكبوهم وما تخليهم يكون شكلهم حلو مثل ما هم حلوين، الصراحة دا تخليهم انه كأنه دا تبشعهم. ف هذولا بس نصائح مو أكثر. فعلا أنا أعتقد الكل حلو، الكل بجمال فعلا مميز، وماكو أي شخص بحلو. فإذا تريدون تعرفون شنو هم هذولا الـ10 أشياء خليكم تشوفون هذا الفيديو. قبل ما نبلش بالفيديو خلينا نصفق هذا التيشيرت. أحس راجع على زمن سعاد حسني. إذا تتذكرون الأفلام الأبيض والأسود كلهم عندهم هذول البوفي سليفز، إنه الأردانات الكبيرة. وطبعاً الموضة تبقى تروح وتجي، فإذا تشوفون الأفلام الأبيض والأسود أكثريتهم كانوا يلبسون هذول الأشياء هيجي البوفي سليفز الأردانات الكبيرة. وهسة هاي الموضة رجعت، كل محل تروحوا له بهيجي أشياء. ما أعرف بالوطن العربي بس أنا بتأكد الموضة بكل مكان ويستخدمون مثل الأشياء. بس المحلات هنا بأمريكا هواي من عندهم، وين ما تروحون عندهم هيجي أشياء. فقررت إنه أشتري كم بلوزة بيهم هذولا، وفعلا الصراحة ما دا أحبها. أكيد دا تكبر إيدي هواية، دا أحس عندي عضلات باباي. ما أعرف شنو كل هذول الأمثال اللي دا أستخدمهم، باباي وسعاد حسني. بس على كل حال خلونا نبلش بالفيديو لأنه ما أريد أحكي هواية. طبعا كتبت القائمة هنا لحتى كل شيء يكون أورجنايز ومنظم. فأول شيء أني أعتقد انه يبشع الشخص هو من شخص يخلي هواية منتجات مال حواجب بحواجبهم. طبعا راح اخلي لكم صور على كل شيء احكي عليه. فاذا تشوفون انه هواية عالم يخلون هواية 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 منتجات مال حواجب على حواجبهم، انه كأنه خط ثخين اسود، وهذا الشيء ابدا ابدا ما حلو. وهم اكو هواية بنات يحفون حواجبهم اكثر من اللازم، او يستخدمون الملقط بس انه يكون عندهم خيط فوق عيونهم، وهذا الشيء هم ما حلو. بالنسبه لي الحواجب والعيون هو اكثر شيء يميز جمال الشخص، فما تخربون حواجبكم، بالاخص الحواجبكم. حواجبكم هي راح تخلي كل انه شكلكم ملموم ويا بعضها. ما اعتقد حواجبي بيرفكت ابدا، بس احاول ارتبهم مثل ما هم طبيعيين. ما احب اخلي انه كل شيء، انه ما احب اجيب قلم الحواجب وارسم حاجب اسود كبير وثخين على عيوني فوق عيوني، وما احب انه احفهم والقطهم اكثر من اللازم لانه هذا الشيء ما حلو هم. هواي عالم يبلشون يخلون مكياج ويتعلمون يسوون حواجبهم وفعلا يبالغون بهذا الشيء، فهم دا يتوقعون انهم دا يحلون نفسهم، بس الصراحه هم ما يسوون هذا الشيء، دا ياخذون شويه من جمالهم. فاذا انتم هيك تسوون بطلوا هذا الشيء. وبما انه دا نحكي عن المكياج راح ابقى احكي على المكياج، اكو نقاط مخصصه بالمكياج اشوف هواي عالم يرتكبوها. الشيء الثاني اللي اعتقد راح يبشعكم هو من تخلون ظلال او اي شادو مثل اللون مال ملابسكم. اكو بعض العالم يفكرون انه لازم ينظمون كل شيء مثل اللون، مثلا بما انه انا هسه لابسه ابيض لازم اخلي اي شادو ابيض، حتى ما اعرف انه اذا اكو اي شادو ابيض. اي اكو اي شادو ابيض صح. فمثلا لابسه بلوزه حمراء اجي واخلي اي شادو احمر وظلال احمر على عيوني. طبعا هذا اني اسفه بس شكله هذا مثل المهرجين، ما تريدون تنسقون كل شيء مثل اللون، هذا الشيء ابدا ما حلو، انه تريدون تخلون شويه الوان مختلفه على شكلكم. بالنسبه لي شخصيا اني احب الالوان الترابيه، وما تقدرون تروحون غلط ويا هذول الالوان يلوقون لكل شيء. وحتى اذا لابسين الوان ترابيه ومخلين الوان ترابيه ما راح شكلها يكون بشع، لانه الالوان الترابيه الوانها راح تكون متناسبه ويا ملامحكم وبشرتكم. فاذا انتم من الاشخاص اللي تحبون تنسقون الاي شادو مالتكم
مثل لون ملابسكم بطلوا تسوون هذا الشيء لأنه فعلا ما حلو. وبما أنه أنا دا أحكي على ظلال العيون والآي شادو، شوفوا هواية عالم لحد هذا الوقت بزمن اليوتيوب وكل العالم تسوي فيديوهات على المكياج، والحد هسه أشوف عالم يخلون آي شادو على عيونهم وما يدمجوا. فتعلموا تدمجون الآي شادو مالتكم، تريدون تمزجوا ويا البشرة وتسووا أنه يروح بلون تدريجي ويا بشرتكم، ما تريدون بس بقعة بنية أو بقعة جوزية أو بقعة ترابية فوق عيونكم، هذا الشيء ما حلو أبدا. ادمجوا وخلوا أنه يكون يتدرج ويا بشرة لونكم الطبيعية. الشيء الثالث اللي فعلا أحس يبشع هواية عالم هو over contouring. اللي أقصد به هو هواية عالم يخلونه هواية contouring، إنه الكونتور يستخدمون الكونتور ليحددون وجههم، بالأخص الخشم. أكو عالم فعلا حتى على الفيديوهات أشوف عالم على اليوتيوب إنه كل بشرتهم زينة وكل شيء مندمج ويا بعضها، وبس خشمهم برتقالي أو جوزي، وهذا الشيء ما حلو أبدا. إنه ما تريدون تخلون هواية كونتور على وجهكم، تريدون تحددون وجهكم وملامحكم لحتى تميزها أكثر وتبين شكلكم أحلى. ما تريدون تبشعون شكلكم وتخلون إنه قطعة برتقالية على خشمكم كأنه مهرج مثل الخشم الأحمر، هذا شيء أبداً ما حلو، ما أنصح به. تقدرون تحددون خشمكم وتبينوا أصغر وأقصر وكل هذول التريكس والتيبس اللي تعلمناهم، بس ما تخلون هواية درجة يبين خشمكم برتقالي، هذا شيء أبداً ما حلو. الشيء الرابع اللي فعلاً أحس دي يبشع هواية عالم، أنا أسفة على هذا الشيء، أعتقد هذا الشيء هواية راح يكرهها أنا بيه، بس هم الشفايف الكبيرة. ما قصدي الشفايف الكبيرة الطبيعية أبدا، طبعا أنا انخلقت ويا شفايف كبيرة وشفايفي كانوا هواية أكبر من هيجي من كنت صغيرة، وكنت كلش أكرههم لأنه الكل كان يعيب علي بالمدرسة، بس كل ما كبرت كل ما ظهر شوية أكثر. فالشفايف الكبيرة اللي بالنفخ عمليات التجميل اللي أقصد هواية هسه بهالوقت، أول ما يريدون يغيرون شيء بوجههم يروحون يسوون إنه نفخ الشفايفهم. وأوقات إنه إذا تعتقدون تحتاجوا وشكله يكون مناسب ملامح وجهكم أوكي، بس أشوف هواية عالم إنه شفايفهم فعلاً إنه ما تلائم ملامح وجههم أبداً، إنه حتى شكلهم مو طبيعي أبداً وما داعيب على أي شخص. وأكو أشخاص هذه كانت خلقة الله وهم انولدوا هيك، وهذا الشيء كلش حلو ومدى احكي على هذول الاشخاص ابدا. اكو هواية عالم ينولدون ويا شفايف كبيرة بس تلائم ملامح وجههم، تلائم وشكلهم لانه الله هيك خلقهم، بس الاشخاص اللي يريدون يحلون من نفسهم ويروحون ينفخون شفايفهم فعلا يخلوها الشكل نشاز. بس اكيد اذا فعلا اوقات فعلا اكو اشخاص ما لهم اي شفايف ويريدون يكون عندهم شوية شفايف، فما عندي مشكلة انه هيك شخص يروح يخلي شوية فيلرز شفايفهم، بس ما تخلون اكثر من اللازم. اعرف انه هواية من المشاهير انه تعدوا هذاك الخط، وفعلا احس نشاط الصراحة، اسفة ما داعيب على اي شخص. انا بس دي انطيكم نصائح انه شلون تقدرون تميزون جمالكم الطبيعي، لانه جمال الطبيعي ماكو احلى منه الصراحة. اذا الجمال الطبيعي طبعا مميز، هسه الكل صار يشبه بعضه بسبب عمليات التجميل والنفخ وكل هذول الاشياء، و ما اعتقد حلو ابدا، بالاخص الشفايف انه هواي عالم بلش ينفخوهم اكثر من اللازم وشكلهم ابدا ما حلو. اتمنى وصلت الفكره. انا اكيد ما اهين اي شخص وما احكم على اي شخص، والصراحه اذا هذا الشيء يفرحكم انه شفايفكم يكون شكلها كلش كبير ومنفوخ، سووا هذا الشيء اذا هذا الشيء يفرحكم. أنا بس دي أنطيكم النصائح اللي أنا أعتقد راح تحليكم أو تخليكم أحلى، بس أكيد هذا دواقي أكو هواية عالم راح يشوفون هذا الشيء أحلى شيء بالدنيا، فما دي أقول لكم اسمعوا اللي دي أقوله، بس دي أريد أشارككم برأيي، وأتمنى يكون عندنا
أتمنى قناتي يكون مكان كنا نقدر نشارك آراءنا بها بحرية بلا ما نحكم على شخص بلا ما نسأل شخص ثاني. وأكيد يمكن أشخاص يحسون أنه أنا أحتاج أنفخ شفايفي أو أنا أحتاج أزغر شفايفي، وهذا الشيء طبيعي لكل مراح العالم الواقع كل شيء. النقطة الخامسة، طبعا أكثر شيء ما أحبه لما العالم يصبون أظافرهم وبعدين من الصبغ يبلش يروح يبلشون يأكلوهم يبلشون يتركوهم، إنه راح أخلي لكم صور كل مكان على الشيبت نيلز على النيل الصبغ الأظافر المخربط. فنصيحتي لكم أول ما صبغ أظافركم يبلش يروح ويتكسر امسحوه، لأنه إذا أو امسحوه وخلوه صبغ أظافر جديد أو بس امسحوه ما تخلون أي صبغ أظافر، وهذا بس رح يشوف الإنسان اللي هيجي أظافره فعلا كسول وما عندهم دقيقة واحدة يروحون ويمسحون هذا صبغ الأظافر القديم والمكسر. فما تكونون هيجي، هذا الشيء أبدا مو جذاب. أنا بالنسبة إلي ما أعتقد العالم الكسولين جذابين، فما اعتقد هذا الشيء راح يحليكم ابدا. فمن صبغ اظافركم يبلش يتكسر ويروح امسحوه، لانه اظافركم الطبيعيه وشكلها راح يكون هوايه احلى من مخلين صبغ اظافر مكسر وقديم. ما تتكسنون، امسحوه اول ما يبلش يروح. الشيء السادس اللي اعتقد فعلا مو راح يبشعكم بس راح يخلي الكل يروح المكان ثاني، هو من شخص يخلي هوايه 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 عطر. طبعا ما تحتاجون ترشون كل العطر عليكم لحتى ريحتكم تصير طيبة، وهواية عطور بالأخص إذا جودتها تكون عالية وزينة وصرفتوا هواية فلوس عليها تحتاجون رشة رشتين ثلاثة بالأكثر أربعة خمسة، ما تحتاجون أكثر من هيجي. أكو هواية عالم يسبحون بالعطر قبل ما يطلعون من البيت وفعلا ريحتهم تخنق، هذا الشيء أبدا مو أتراكتيف أبدا مو جذاب ما حلو. إنه خلوا عطر كمية مناسبة لحتى ريحتكم تصير طيبة، بس ما تخلون عطر أكثر من اللازم. أعرف إحنا كلنا نحب العطور، وأكيد أنا أحكي على العطور هواية على قناتي لأنه فعلا أحب العطور، بس أحد الأشياء اللي فعلا أنصح بيها إنه ما تكثرون من العطر. أول شيء راح توفرون فلوسكم لأنه ما راح لازم تشترون عطر أول ما يخلص، عطر بغلتكم راح يطول الوقت أكثر، وهمين ريحتكم راح تكون حلوة وجذابة وما راح تزعج الناس حولكم، ما راح تنطيهم صداع وما راح تخليهم ينهزمون المكان ثاني. فما تكثرون من العطر. الشيء السابع اللي اعتقد فعلا مو جذاب ابدا وما حلو ابدا، هو من اكو عالم يتكاسلون الوقت كلش طويل ما يغسلون شعرهم. اعرف هسه احنا تعلمنا انه لازم ما نغسل شعرنا كل يوم لانه صحي اكثر لشعرنا وراح يغذي شعرنا اكثر وكل هذول الاشياء، ولهذا السبب اكو مثلا دراي شامبو، تقدرون تستخدمون دراي شامبو لحتى انه بدون ما تغسلون شعركم بالماء. بس اكو عالم يروحون فترة فعلا كلش طويلة وفروة راسكم بلش تتقشر وشعركم يبلش يصير كلش زيتي وشكله ابدا ما حلو مو جذاب، فعلا شكله وسخ. نصيحتي لكم هو انه ما تغسلون شعركم كل يوم، اكيد هذا الشيء مو صحي، بس اول ما تشوفون شعركم يبلش شكله يصير كلش زيتي كانه دابين زيت فوق راسكم، فروة راسكم تبلش تقشر، هذا دليل على انه لازم تروحوا تغسلون شعركم. ومن تخلون شعركم يطول، ما اعتقد، انا متاكده انه هذا الشيء يضر فروة راسكم وشعركم همين من تطولون هواية فترة غسل شعركم. انه اعرف اكو اشخاص يغسلون شعرهم مرة بالاسبوع، مرة كل 10 ايام، مرة كل اسبوعين، بالنسبة الي هذا الشيء هواية. بس حتى لو هاي الفترة طويلة اذا شعركم شكله بعده نظيف عادي بقوا اذا هذا الشيء يفرحكم، بس اذا شكل شعركم يبلش يصير وسخ انصحكم تغسلون شعركم، ما حلو ابدا مو جذاب ابدا، ما اعتقد حتى ريحته راح تصير طيبة، ما تخلون شعركم يبين وسخ. الشيء الثامن اللي فعلا ما احسه جذاب ابدا هو لما اشخاص يلبسون هواية مجوهرات او مجوهرات كلش كبيرة، وراح اخلي لكم صور عليهم همين، هذا الشيء ابدا مو شيك ما حلو، شكلكم بس راح يبين هوسه.
فما أعتقد إنه أحب الأشياء البسيطة السيمبل، إنه مثلا كل اللي لابسته اليوم هم هذول الإسوارتين، الساعة، لابسة هذول الجلايد، إنه هذا يكفي، ما تحتاجون هواية مجوهرات وإكسسوارات لحتى تحلون ملابسكم، بالعكس راح تبشعون ملابسكم، راح تبينون هوسة. الشيء التاسع هو قريب على النقطة الثانية اللي حكيت عليها، ما تلبسون كل شيء مثل اللون. حكيت على هذا الشيء من قبل بأحد فيديوهاتي، فعلا ما تناسقون الألوان، ما تلبسون مثل اللون، إنه أكو ألوان لابسيها مثل اللون يكون ما يكون كلش مقرف، مثلا إذا لابسين كله أسود، إذا لابسين كلش أبيض، كله أبيض، هذا الشيء أوكي من فترة لفترة، بس ما تحاولون تنسقون كل شيء تلبسوا كل ملابسكم مثل ما تلبسوها، إنه خلوا شوية ألوان مختلفة. ما لازم حذائكم وجنطتكم وبلوزتكم وبنطلونكم مو لازم كلهم يكونون مثل اللون، بالأخص حذائكم وجنطتكم مو لازم يكونون مثل اللون. هواي عالم يفكرون إنه الحذاء والجنطة لازم دائما يتشابهون، هذا الشيء مو صحيح ابدا، والصراحه انا شخصيا ما اعتقد حلو هالقد انه دائما ننسق الجنطه ويا الحذاء، فما حلو تنسقون بالالوان هالقد، انه هذا بس راح يبينكم انه انتم تحاولون كلش هوايه لحتى تجذبون النظر، وهذا الشيء ابدا مو حلو، مو اتراكتيف. واخر شيء راح يبينكم مو جذابين ابدا هو من تلبسون احذيه مو مريحه، احذيه كلش كبيره، أحذية كلش صغيرة عليكم، أو بس ما تعرفون تمشون بكعب. البسوا حذاء يريحكم، هذا أكثر شيء جذاب من أنتو تتمشون مرتاحين، من أنتو تتمشون بشكل مو مريح يبين من برا، وهذا الشيء أبدا ما راح يبينكم جذابين أبدا أو حلوين. فبطلوا تشترون أحذية أكبر من قياسكم لأنه حلوين وقياسكم ما متوفر، مثل الشيء إذا حذاء صغير ما تشترون أحذية أصغر من حجم رجليكم، وهمين ما تلبسون أحذية مو مريحة، وهمين وأهم شيء ما تلبسون كعب إذا ما تعرفون تمشون بالكعب، هذا شيء مو عيب أبدا، هواي عالم ما يحبون الكعب، هواي عالم ما يعرفون يمشون بالكعب لأنه ما تعودوا على هذا الشيء، بس ما تلبسون كعب لأنه تفكرون إنه هذا الشيء راح يحليكم. إيه الكعب راح يحلي من الملابس ومن وقفة جسمكم، بس إذا ما تعرفون تمشون به فعلا راح يبشعكم، فما تلبسون أشياء ما راح تكونون مرتاحين بيها، لأنه أنتوا لما تكونون مو مرتاحين يبين من برا، وهذا الشيء مو جذاب وما حلو أبدا، وشكلكم راح يكون كأنه أنتوا ما تعرفون تمشون. هذولا كانوا كل العشر أشياء اللي أعتقد إذا سويتوها تبشعكم، وإذا تسووها تبشعكم، فبطلوا تسووها. ومثل ما قلت أعتقد الكل حلو، الكل يجنن، ماكو أي شيء غلط بأي شخص، كل هذول النقاط بس نصائح مو أكثر. فأتمنى هذا الفيديو ما راح يزعج أي شخص. شكراً هواي على مشاهدتكم، أتمنى أن حبيتوا هذا الفيديو، إذا حبيتوا هذا الفيديو ما تنسون تسوون لايك وتشتركون بقناتي إذا أنتم مو مشتركين بالقناة، وراح أشوفكم بالفيديو الجاي. باي.